طيب معانا الآن الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي. أستاذ وليد، برحب بحضرتك على قناة الأولى المصرية رقم 10. استضافة مباراتي بقى الأهلي وبيراميدز في الدوري، وما أثير من قبل المدير الفني للنادي الأهلي، إيه الأخبار، إيه الحكاية؟ مساء الخير الأول عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. فعجالة سريعة جدا، احنا المدير الفني للنادي الاهلي طبعا قال لك ان ارضيه الملعب يعني مهلكه شويه، وطبعا الكلام ده لم ننفي ولم نطلع بنقول ان احنا الارض لا كويسه، لا فعلا الارض محتاجه صيانه، واحنا للاسف الفتره الاخيره ضغط المباريات والمنتخب ما عندناش وقت الكافي ان احنا نعمل الصيانه، ومش ما فيش وقت نقفل المباراتين ثلاثه عشان الدوري ما يحصلش فيه عجز او تحصل فيه مشكله. فطبعا ترتب عليها سوء ارضيه الملعب، فانا طلعت ووضحت قلت ان احنا بالفعل بتاريخ 28/6 جواب موجود في الرابطه ان احنا محتاجين الصيانه، فانا باكد على كلامه، يعني باكد على كلامه ان احنا بالفعل طالبين ان احنا نعمل صيانه، وبعتين للرابطه بتاريخ 28/6 واتفقنا معاهم. بعتين للرابطه علشان ايه بقى؟ ان احنا المباريات هنوقف الملعب 26/7 الجمعه 26/7 حتى 8/8 لمده 10 ايام عشان نعمل صيانه. من 26/7 ل 8/8 لاجراء العمليات الصيانه. يعني موضوع تمام، يعني موضوع الحفر اللي هو كان يتكلم عليه مارسيل كولر دي موجودة زي ما حضرتك كده وضحت، وانا اشكر حضرتك يعني اشكر حضرتك جدا على اقرارك ان في مشكلة عندنا وفي حل لهذه المشكلة. احنا ما انكرناش، احنا وقلنا فوجئنا ان طلع قالوا ان انا بعت الجواب 12/7 وان انا مش هلعب مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري، وان انا يعني طبعا انا التوضيح اللي بوضحه لحضرتك ان احنا اتكلمنا على الفتره اللي هي التوقف وليس مباراه الاهلي وبيراميدز تماما. حضرتك بتتكلم استاذ وليد عن ما اثير حول ان حضرتك رفضت استقبال نادي الاهلي في استاد القاهره، انا فاهم صح؟ مظبوط كده، تمام. وده حضرتك بتنفيه تماما. عظيم جدا. ما صدرش اي كلام، اللي عنده حاجه يجي يقول لي هات جواب، هو بيقول لي ان انا ارسلت جواب لنادي الاهلي برفض في مباراه، حد يجيب لي جواب طلع يقول الكلام ده. اسمح لي اقول لحضرتك برضو ما اثير برضو على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي، اثير ان حضرتك رفضت مشاركه او استقبال نادي استضافه النادي الاهلي لعب مبارياته على استاد القاهره، ثم حصل تواصل ما بين اداره النادي الاهلي وما بين حضرتك، ثم حضرتك تراجعت مرة أخرى عن قرارك، هذا ما أثير. رد عايز أقول لحضرتك على حاجة، الكلام ده لم يحدث تماما، وما فيش أي من الكلام ده، وأنا بقوله وأنا على مسؤوليتي الشخصية. ما تم للمهندسين أو الفنيين ما تم أمس من الكابتن خالد بيبو أن هو شكرهم وحفزهم وقال لهم أن المدير الفني ما يقصدش اي حاجه، هو يقصد ان هو عايز الملعب يتظبط ويرجع لطبيعته، وده اللي تم بالفعل امبارح من كابتن خالد بيبو للعاملين بهيئه استاد القاهره، وطبعا انا بشكره، وده حاجه ايجابيه جدا ان هو برضو رفع من معنويات المهندسين والفنيين في استاد القاهره بالكلام دوت. لكن النهارده الصبح انا رفضت، بعديها ساعتين انا رجعت، الكلام ده لم يحدث تماما تماما تماما، واللي عنده حاجه متسجله او حاجه رسمي او حاجه احنا موجودين يقول الكلام ده على مسؤوليتي او على مسؤوليته ويواجهنا، واحنا جاهزين للمواجهه. الكلام ده لم يحدث تماما، انا فوجئت ان انا رفضت ورجعت في رفضي. انا طبعا كنت في يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني موقف يعني لا يحصل عليه، هنعمل ايه؟ جمهور السوشيال ميديا، معلش هنستحمل جمهور السوشيال ميديا، هنعمل ايه يا استاذ؟ يعني انا طبعا يعني احنا النادي الاهلي يعلم كويس جدا، ومجلس اداره الاهلي انا مش مستني حد يقول لي، لان هم قبل كده المهندس خالد والدكتور سعد واعضاء مجلس اداره شكرونا في برامج كتير جدا، وطلعوا اشادوا باستاد القاهره وبالمجهود اللي بيتم من العاملين، ف
فانا مش هستنى لما يكلموني عشان ارجع في كلامي. وبعدين الاستاد ده مش استاد وليد عبد الوهاب، انا اسف طبعا يعني برضو وباكدها للكلام، هو مش استادي ده، في استاد القاهره دوت يعني حضرتك يا رمز من رموز. طبعا طبعا اكيد طبعا. يعني احنا برضو بوضح النقطه دي عشان برضو حضرتك، يعني انا هطلع اقول الصبح اقفل وبعد ساعه افتح، يعني مين هيعمل كده؟ معلش يعني، يعني انسى وليد عبد الوهاب، مين هيطلع يقول حاجه زي كده؟ وبرضه معلومه يعني يا استاذ وليد عايز برضه اكد عليها، وانا اشكر حضرتك برضه عليها، ان حضرتك لم تتحرك بناء على تصريحات مارسيل كولر، لا حضرتك اصلا كنت رصدت المشكله وحطيت جدول زمني لمعالجه هذه المشكله. انا حضرتك طالع اقول واكد ان انا باعت من 28/6. ايوه، وابعت لحضرتك الجواب 28/6 ان انا يعني عايز اعمل صيانه. عظيم جدا، شكرا لصراحه حضرتك، شكرا لتوضيح حضرتك، شكرا جزيلا.